تعالوا نروح مع بعض نشوف تقرير صورته كاميرا يحكي أن مع اللايف كوتش وخبير التنمية البشرية تامر شلبي. سألناه نصايح للشباب والبنات بخصوص الديت، يعني ده ايه شكله. بصوا احنا هنحاول يعني ايه نخترق الموضوع ده نشوفه ايه ناجح مش ناجح، ينفع معانا ولا ما ينفعش. تعالوا نشوف. طيب خلينا نبقى متفقين ان المشكله كلها دايما بتحصل من المقابله الاولانيه. ليه؟ لان كل واحد فيهم بيبقى عايز يبقى يظهر احسن ما عنده، وفي الغالب ما بنبقاش على طبيعتنا، وهي دي اكبر مشكله. فاول نصيحه لازم اقولها لاي حد بيقابل او بيتعرف على حد لاول مره، ان لازم تبقى على طبيعتك وتبقي على طبيعتك. لان لو العلاقه ابتدت بعدم الشفافيه وبعدم الصراحه وكل واحد بيظهر احلى ما فيه، بتبقى مشكله، لان بعد كده بيحصل فجوه كبيره قوي لما نكتشف العكس. يعني اولا يحبذ حسب هل هم اتعرفوا على بعض او هيتعرفوا على بعض من خلال زي ما احنا واخدين، هل هي هيبقى لقاء من خلال الاهل وده هيبقى في البيت، ففي شويه تفاصيل لازم الرجاله بالذات تاخد بالها منها، وهي رايحه لابسه ايه، واخده معاها ايه، بتتصرف ازاي، احترامها للاب والاخ لو في اخ موجود، الكلام يبقى موجه ليهم اكتر ما يبقى موجه ليها. العكس برضو على الطرف الاخر، هي تبقى بتتصرف ازاي، بتتعامل ازاي، كلامها ازاي، ردود افعالها ازاي. ده لو في البيت. لو هو بره البيت وهما، وده اللي بيحصل دلوقتي، يعني هو شائع دلوقتي، ما بقاش في اب وام واهل، خلاص بيتعرفوا على بعض الاول مره، فمن الطبيعي ان لو هيقعدوا في مكان ما يبقاش في اسئله كتيره، ما يبقاش الموضوع امتحان، ما يبقاش موضوع تحقيق، يبقى اكتر هما بيتعرفوا على بعض، يبقوا على طبيعتهم زي ما انا قلت، لان مهم جدا كل واحد يبقى على طبيعته. انا عارف ان كل حاجه دلوقتي اختلفت وبقينا نشوف ان ممكن قوي ان يشاروا الحساب مع بعض، او ممكن قوي نلاقي ان يسيبها هي تدفع ودي الحاجات اللي للاسف اللي احنا بقينا نشوفها مؤخرا. بس لا، بصوا احنا الرجاله برضو المصريين فينا طبع الكرم، فلازم نبقى عارفين ده من غير كلام. ويحبذ تبقى القعده الاولانيه ما يبقاش فيها قعده، ما تبقاش قعده تقيله، ما يبقاش فيها اكل، ما يبقاش فيها عشاء، لا بالعكس هم بيشربوا حاجه بيتعرفوا على بعض. والاهم من ده كله ان هما الاثنين لازم يبقوا على طبيعتهم، وباكد جدا على الحته دي. وفي شويه حاجات كده بتبان بقى، البخل، النرفزة، الشك في الأسئلة بيبان، كل الحاجات دي، ودي صفات بتبقى صعبة قوي وما بننفعش نخبيها مهما تجملنا. علشان كده بقول مهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا من الصفات دي، ولو ارتضينا بيها ما نجيش نلوم حد بعد كده.